معانا ومعاكم نخبة من أساتذة الأمراض الجلدية: دكتور محمد خاطر، دكتور خالد غريب، دكتورة عنايات عطوة، دكتورة حنان محمد صالح، دكتور محمد الخلواني، دكتورة سحر السيد، الدكتورة أماني نصار، أستاذ ورئيس قسم الجلدية كلية الطب جامعة الزقازيق، أستاذ دكتور إيمان سعد. هنتكلم إن شاء الله على الأكنينكس وأنواع الأكني وإزاي نبدأ العلاج وإيه الأيديال تريتمنت اللي المفروض إن إحنا بنبدأه من ده والاتجاهات الجديدة للعلاج. هنتكلم على تريتمنت استراتيجي أوف سكين بيجمنتيشن. هل الهيستوباثولوجي هيفيدنا في الدياجنوزيس هايبر بيجمنتيشن؟ والليزر العصا السحرية اللي بتصورها الناس كلها إنها بتحل كل مشاكل الدنيا. هنتكلم عن الأكني مانجمنت، هنعرف إيه أنواع الندب الجلدية الموجودة وأحدث الطرق العلاجية لها. هنتكلم عن الهايبر بيجمنتال ديس اوردرز، هنتكلم على الرودو فيلينج، زائد كمان الرول اوف نيو ترانزاميك اسيد في تريتمنت اوف هايبر بيجمنتال. ولو التريتمنت اوف ايزوتونين ما جابش نتيجه معانا، يا ترى امتى ابدا الهرمونال تريتمنت وايه الانفستيجيشن اللي اقدر اعملها معاه؟ هنتكلم عن الهايبر بيجمنتيشن الانفستيجيشنز المطلوبه فيها. كل ده هنقوله مع بعض في ماكرو ستوديو. هنتقابل، هنشارك بعض آرائنا، هنتناقش، هنتحاور، وهنستفيد من خبراتنا. منتظرينكم معانا. منتظرينكم يوم 3/10 في ماكرو ستوديو.